وليد ولقيت سليم مش نسألك انا هو منتظر اي مثلش انا حبيت جوست رمارك كثير عن بدري ولقيت راهو كان منتظر الرولاشمون في شي سمون اللي باش يصير هذايا يقعدوا برشا ما يلعبوش في الميكرو تكلم يقعدوا برشا ما يلعبوش حتى علميا ما تقعد برشا ما يلعبش حمدي تحاول بطولة متواضعة في اوروبا يقول لي لاتفيا كان مانيش غلط اضبط لي بالسؤال نتاعي اللي جاي النقيت شكون اخر حمدو الهوني بن غيث الشتي اول ما جاء كان مستواهم محترم جدا معناها ما تشوفش تراجعوا شويه لهنا مش ميساج خلينا نحملوا حتى مسؤوليه الستاف تكنيك ميساج احنا ديما هنا ندافعوا عليه ميساج كي لازم نقولوا له انت ايش في المدافعين الطاقم الفني ما تحسنوش الملاعبيه هذوما لا تقهروا هما مش ما تحسنوش تراجعوا برشا زاد لهنا خاصه انه برشا حتى في بلاتوات كي يبدا مدرب اجنبي نعطيه العصا سامحني بين ظفرين اما كي يبدا تونسي نحسبوا شويه معاه بحكم علاقات وشخصيه وحاجات من هو هذا فما بلوزير بارامتر باش نكون ديك فيه اللاعب نفسه يتلهى بروحه في الميكرو اي يتلهى بروحه ماكلته لي جين دو في نتاعو وقتاش يرقد كيفاش يتصرف في حياته اليوميه بعد التمارين يريكوبيري ما يريكوبيريش واكيد زاد دور المدرب شنو الاضافه الفنيه الفرديه اللي قدمها لكل ملاعب بعد كل سيونس دي تريمون معناتها الملاعب يزيد فما اضافه تزيد للملاعب بيلون الخدمه فهمت فوالا معناتها انت ملاعب نورمالمون بعد كل حصه تدريب يخرج بحاجه تذو الشتي مثلا عنده مشكله في تخريج الكره تحسن في الكوفيرتور فوالا تحسن تخدم سبيسيفيك ما تخدمش فهمت هذا الكل ما إيه كي يبدا ملاعب نجم نقولوا مشكله فيه هو ولا زوس اما هذم تقريبا الكل توا قاعدين يراجعوا قلق يا ترود ديش تكنيك خويا سلام سامحني خويا وليد اللي شتي انا قلتها قبل المباراه قلت انا نقطه استفهام لا تيتولاريزيشن شتي لان شتي كي يدخل كرومبلاسون انا امون افي يعمل فرق في ماتش بالوزداد فوالا شتي راه في فريق الجوله سيمونجي في الكاف في الوحده هذيا اي لازم هذا في فريق في ماتش اخر وقت اللي دخل في يمكن هي وقت اللي دخل في هذه هذه نقطه استفهام سيمونجي راه دخل في مكان بن حميده المباراه الاخرانيه عمل اضافه كبيره عمل اضافه اكثر من اللي هو موجود في التيتولار هذه نفس النقطه مع بن غيز كيف كيف راه في القائمه الموسعه نتاع جمال بالماضي معناتها تو في الليسته الاخرى اللي عملها جمال بالماضي مو مشي عبد القادر بدران الشتي جيتو بري كونفوكاسيون انا في الاخر ما مشيش ما يبعثوا لي بري كونفوكاسيون حتى لاعب ينشط خارج في الدوري الجزائري ولا معناها في تونس مش يكون موجود اي موجوده ما مش كتيتولار الوجود في حد ذاته مع النخبه هذيك والنجوم ديجا ليكيب نتاعو واصله سي المنزي هنا توا احنا باش نبداو نقيموا في الملاعب بملاعب تفضل تحب ندخلوا في الحكايه الجو معناتها تاع نحط لي سونسور بالاسامي الجو نتاع الجو نتاع الملاعبيه الكل سيرتو ليكيب ليكيب سنا عملت دي باو دي هو معناتها ما عملتش عام ستابل اللي باو دي هو هذوما ثم الضغط من برا يصير ثم التشكيك في الملاعبيه ثم فينا نوعيه الريكروتمون ثم ستابيليتي معناتها ما تحسش ليكيب عملت ستابيليتي في العام السنه نقول واحنا ماشيه الاسباب برشا الاسباب انه ثم نقولوا احنا الاكسترا سبور مثلا تعمل لي كالندري ماهيش صحيحه تعمل لي انا نلعب مره اربعه بيكيب والدوزيام ايكيب النهار لحد نلعب بيكيب وهنا كيب هذه شامبيون ليغ وهذه اللي كيب هذه نلعب بها شامبيون يعني مثلا ما ستابيليتي في ليكيب شكون مسؤول اختيار فني مش اختيار فني نبداو بالجامعه اللي تحب تكمل السيزون وعملت ثلاثه جمعات للاسبيرونس في التريف هذايا نورمالمون العب اربع اربع حد ومن بعد يجي اخر العام انا وقت حاجتي بالماتش الاهلي تجي تعطيني تروا سومان انا عليه انسحبت من الكوب برا من الكوب علاش ما نسميش الشامبيون حتى الكاف يمكن حتى الروزلام على الكاف اي علاش علاش تخليني انا تروا سومان انت تحب تكمل الشامبيون خاطر عندك مشكله مع الشاب تحب تكمل الشامبيون قبل ما يخرج القرار لا خلنا لا ما تهيت لحد شيء يا سي المنجي ما تجيش تحط لي ماتشات الكوب ورا بعضهم يا سي المنجي انا كالندري في العالم لقيت انا كالندري في العالم ما تدخلش الشاب خاطر الشاب راهو علاش انا اسمعني سامي علاش نسالك سؤال بخلش السؤال الشاب نسالك سؤال الشاب بقدرة ربي ونقولها في البلاطو هذايا باش ترجع للناسيونال لكن نسالك سؤال وجاوبني نسالك سؤال وجاوبني انت كجامعه رابطه ولا كجامعه تجي تحط لي ماتشات الكوب ورا بعضهم نخسر انا كوب من التورني الاول نقعد انا شهر ما نكورش إيه انت تخمم بسبورتيف
كيفاش خمم كيفاش خمم معناتها انا نورمالمون الشامبيونات تقعد تلعب الشامبيونات ليه منكمل انا الشامبيونز ليغ نتاعي تقول لي انت لو 31 جوان كمل لي 31 جوان الشامبيونات خليني انا نكور ما تعطينيش 3 سيمين نجي انا نمشيو بالتوازي ولا نمشيش انا نمشيش انا نعدي اموا نمشي نعدي فيه ستاج البر نمشي انا 3 سيمين ما عملش كومبيتيسيون اوفيسيال عليه او مثلا فوزي بنزرتي شكون يعمل هذه يتشكل لي فما شامبيون وقت الشامبيون مش مشكل اعطيني جمعه الصوره بالعكس انا اعطيك يعطيني اعطيني جمعه انا القاضي اكسكيوز انا مش ديزيكسي انا القاضي انا مش فقط ما نحكيوش مع بعضنا سامي الله يخليك مش على هذاك بركه انا نقول اللي اليوم كواكي لاريف هلال الشباب باش تكون موجوده في البريمير ديفيزيون هذه سون ديسكوتيون هاك جبت هلال الشباب هي يعطيني كومبيتيسيون عطيك سبب من الاسباب يمكن كما قالها سيمونجي وكاو لا شوف اش قال وليد بارابور خويا وليد على بارابور على سيفوزي مزرتي وسمعته دونك اليوم وقتاش نجبدوا المشاكل هذه مش مشاكل لا نحكي لك لي ديتاي تروسمين برشا لا نحكي لك هي هو باش نفسر لك برشا عليا كومبيتيسيون ننسى شنو ثم ضيع الكونسنتراسيون تاعي او باش نفسر لك علاش نحكيو على الجزئيات هذيا كان كيصير ريزولتا نيجاتيف ان ايشيك نحاولوا نحطوا انت بعد ساعات جوار يبدا يحكي مع اربيتر وكنت انت تعرف يحكي مع اربيتر بعد ساعات صرت مومو وكل شيء عليه باش يغطي النقايص نتاعو هو لونترونور نفس الشيء لان الفورمه نتاعو ني با اكسبسيونيل انا كي كنت نلعب في سويسرا جا من اربيتر سيلفو بلاي ودرا شنو انا ضيعت بونتو سهل جاني في الميتون قبل احنا داخلين للتيران قال لي مسيو بن مغيم Je sais que vous êtes correct et tout, mais quand vous avez raté un but tout fait, قلت لك حاجة أنا من وقتها فهمت اللي سار عليها دو نيغوسيي افيك لي زاربيتر واللي نجم يصير يصير. هذا اش تحب نحكي خويا سامي لأن اليوم راهو لو بروبليم دو كالوندري سي ان بروبليم وسورتو السناء على الوباء على مش وباء مش وباء سي المونجي فهمني في النقطة هذيك شفت سي فوزي ايش قال؟ فهمني في النقطة اعطيني ماتش بار سومين اعطيني كومبيتيسيون اوفيسيال راه فرق بين حتى ماتش اميكال وماتش اوفيسيال في الكونسنتراسيون في ليكيب في الكويزيون في اللعب في الريتم في التحضير راه تعطيني 3 سيمين تعطيني وتقول لي ارتاح والعب ماتش بار 3 انا نحكي لك حكايه او متاكد منها المعلومه هذه الاسبيرونس باش تعدي ان بون ماتش في الاهلي ان شاء الله قال سيدي بعد عملت لي ترانزيسيون باهي خلينا نحكي شويه على ماتش الاياب ضد الاهلي قبل ما نحكيو نحلوا ملف بعد شويه من مقابلات كاس تونس خلينا نسالك وليد كيفاش تشوف ماتش الاياب ممكنه والله كل شيء وارد سليم معناتها الترجي عودنا انه معناتها ما ثماش مستحيل مع الترجي اخر الاعوام شفنا بريميرو دي اغوستو شنو اللي صار معناتها الاخر وقت الفريق كان منسحب 2-2 قبل 10 ولا 15 دقيقه شفناه رجع 3-1 في نهايه 2018 ضد الاهلي 3-1 في تونس مع بالوزدات اخر مره في الدور الربعيه 2-0 في الجزائر وكيفاش رجع الفريق عنده شخصيه الملاعبيه كما قال سلمونجي انا شو نقول لهم حلوا فلوسكم حلوا البرشا فلوس اللي تاخذوا فيها غيركم يتمنى باش ياخذوا حتى شطر والرباع اللي تاخذوا فيه انتوما كونوا في المستوى بتاع المريول اللي حاملينه اللي حملوه برشا قبلكم معناتها وكونوا في مستوى انتظارات الجمهور اللي شاهدناه كلمه صغيره على الجمهور سلام شاهدنا جمهور الترجي الرياضي التونسي العوده نتاعو ولو على غالب الانسيدون صغير اللي صار قبل الماتش واللي الحقيقه ما يتحملش مسؤوليته جماهير الترجي كانت تحب بعد نحكيو فيه معناتها انا نشوف الامن زرب برشا في تلاق معناتها البومب كريموجين الحقيقه كان نجم يتريث شويه ويتعامل مع الوضع خير شويه جماهير مازالت فرحانه جماهير رجعت للملاعب جماهير تستنى عندها مده في الرجوع للملاعب اكيد مشكله كبيره التعامل الامني عباد ماهمش متخصصين بالحق في التعامل كيف التعامل مع الجمهور عيب معناتها شفنا حتى النار كيفاش شعلت ونعرفوا احنا المسار والسوت لي زوكازيون هذوما المنجي والكاف تستنى فيها للترجي مش معقول معناتها مع كل احترام للامنيين حقهم تحلوا بشويه ضبط سي المنجي الترجي عملها ما ربحت الاهلي ما عرفش كم اشغال وليد في مصر في مصر سنه 90 بضربه الجزاء كان 0-0 في تونس و 0-0 في القاهره بضربه الجزاء تعادل معناه في الماتش 0-0 سي المنجي نجموا
ينجموا طبعا الكره احنا نجموا احنا الكل راهو الكره بيان سور سي تري امبورطون راهو الكلام هذايا ولا سوليداريتي وانا نقول تو سامبلومون اللي اليوم انا لا شانس اللي احنا نلعبوا في كره قدم في 30 ثانيه ولا 20 ثانيه تكون انت من أسوأ اللاعبيه في العالم وبعد دقيقه تسجل هدف تولي اشب وعز انا نطلب تو سامبلومون من اللاعبيه هذوما يعملوا اون رياكسيون ونجموا بالاداء وبالنتيجه ينسيوا الناس الكل خاطر اتونسيون الجماهير راهي قاعده صابره لان ساكتين من كل النواحي ماهمش باش يلوموا على الفريق لان يستناو في الماتش روتور الماتش روتور الكره في ساقين الملاعبيه دونك اليوم باش تعطيو صوره وتعطيو نتيجه وثم ان بوسيبيليتي اللي راهو الاهلي بيصير له مشكله كبيره علاش سامي قال هو قبيله لان الاهلي اليوم يقول لك انا مترشح ما يعرفش ان هي الطريقه اللي باش يلعب يقدم ولا واحد اوتوماتيكمون الترجي ناريانا بيردر مي الترجي ماهيش باش تاخذ ريسك كبير او ديبي باش ما يتسجلهاش هدف ثاني لكن اليوم الكره في ساقين الملاعبيه يلزموا ينظروا للاطار الفني اللي وقف مع برشا ملاعبيه اسرت مومون دو لي مومون ديفيسيل والقاول الاطار الفني والاطار الطبي دونك اليوم انت اون كونتر بارتي باش ترجع باش ترجع افيك اون كاليفيكاسيون والكاليفيكاسيون الي بوسيبل ريان اي امبوسيبل في الفوتبول خاطر كي تسجل انت هدف غاديك في الاهلي ضد الاهلي المصري في مصر معناها باش تدخل الشك للفريق الاهلي كما اللي صار في الترجي الرياضي التونسي هنا معناها المباراه ما كانتش في مستوى عالي خلات للاهلي ابروفيتي دو لوكازيون نكمل معاك انت سامي فنيا نحب نسالك شنو لازم يبدل مقابله الذهاب تقريبا ما مشاش شيء انا شفت شنو لازم تبدل لازم رياكسيون تبدل حاجه من معين الشعباني باش نقسم السؤال مرتين باش نرجع بسرعه خاطر وليد صنع فينا فيه فلاش بوز اخي بسكور ولا زيرو ناكد لك اللي الاهلي روحت باخي بسكور وضيعت على روحها الكاليفيكاسيون الاهلي بالدو زيرو نتاعها اللي ضيعتها على خاطر احنا ديما في الكوره الكوارجي ديما لو سكور انا زيرو حتى ل 95 دقيقه تلعب الكوره نجم ليسبيرونس تلعب بزيرو زيرو لل 95 دقيقة وهي ولا لل 90 دقيقة وهي في 0-0 ألا لو شونس باش تماركي بونتو ولا لو شونس باش ترشح ليسبيرونس يعني ديما لنا زيرو يخلي ليكيب ادفيرس في سيتياسيون صعيبة برشا شنو مشكلته الأهلي غاديكا يا يقتل الطرح يا باش يقعد ليسبيرونس لين تماركي له باش يقعد في لنا زيرو فرحان ولا في السكور 0-0 راهي تنجم ليسبيرونس ترجع ليك في أي وهذا هو لازم معلومة نوصلوها للملاعبية نتاعنا ونقولوا لهم اقعدوا كونسنتري ال 90 دقيقة ان شاء الله اقعدوا مريقلين راهو البونتو ينجم يجي حتى في بالاريتي وينجم يجي حتى في 90 دقيقة من هذه دو بريفيرونس ما استناوش 90 دقيقة لا لا معناتها نقعدوا واضح سامي ايش حبيت تقول فيسع ايش حبيت تقول وليد عام 95 الترجي والاسماعيلي الترجي كان خسر وقتها في الدوري الربع النهائي لهنا هدف مقابل صفر كمل الماتش ب 10 خسر توفيق الهيشري نحكي على الاهلي مشى الاسماعيلي لا الاسماعيلي وقتها يمكن اقوى من الاهلي هذه 10 مرات عام 95 مشى لغاديك عمل 0-0 والترجي يقدم لقاء كبير كان قادر يخسر هدف المقلع هدف الاهلي ناوي حسب اختيار الملعب ملعب السلام ناوي هو باش يضغط وباش يبريسي ليسبيرونس هذا قبل لقاء ذهاب